أنا ضعيف قدامك. ليش؟ بخاف تضيعي مني. ليش؟ بدي تبقي بحياتي. ما في خلاف بهذا الشيء، بس ليش؟ لأنه وجودك بحياتي له معنى كتير كبير. ليش؟ أنت نقية. لو ما كنت بحياتي، ليش بدي أقاتل بنص هالقذارة؟ دقيقة، أنت زعيم مافيا، ليش بدك النظافة؟ الحياة النظيفة ما بتحتاجك، معناتها أنت إنسان عادي وبس. هاي أمنيتي بهالحياة، كون إنسان عادي بعالم نظيف. كيف بدك تحقق هذا الشيء؟ رح أقاتل. مع مين؟ فتت بطريق كتير صعب، فتت للوادي بين الذئاب، فتت وادي الذئاب. شبك مسعود؟ بدي امسح نظارتي. بتحب امسح لك اياها؟ بتحب امسح لك عينك؟ لا معلم، بخاف تتلوت. وتتلوت؟ بلا صغرة، أنت كم سنة اشتغلت عند كفاح؟ اقتلوني، اقتلوني ولا تاخذوني لكفاح، اقتلوني، اقتلوني ولا تاخذوني لعنده، أرجوكم. لا تبكي، رح جيب لك كفاح لعندك. بدك تاخذ منه شيء؟ مسعود، أنت خنته شيء مرة؟ أبداً. صدقوني أنا ما بخون حدا، ما بخون، مستحيل خون. كم سنة سجنت من شانه؟ سجنت 3 سنين و6 شهور 28 يوم. ما حكيت مع حدا، مثل الأخرس. قلت له ما بعرف كيف، بس هو ما عدل فيني. ورحت لعنده، لما طلعت قال لي مين انت؟ ما تعرف علي، صدقوني ما تعرف علي بنوب. سجنت كرماله كفاح، قتلون 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 قتلون. أمي، ومرتي، وأختي، وابن خالتي، عائلتي كلها، ابن عمتي كمان، وقتل ابن عمي، ومرت خالي، وقتل عائلتي كلها، وأنا ما عملت له شيء. شكراً ابن عمي. واجبنا ابن العم. كيف الشغل؟ والله تركته، ما بيناسبني حاجة، ما عاد فوت على السجن مشان شلة هالذئاب. والله خير ما عملت. طيب شو رأيك نشتغل بالسجاد؟ بس تعالوا انتوا لعنا المساء وبنحكي. طيب ماشي، وهلا بخاطرك. الله معك.
بالجامعة شي كان ذكي كثير، كنت ساعده، كان رح يتخرج مهندس مو مثلي أنا سرسري ومتشرد، ما كان له مشاكل، ما كان يزعل منه حدا. شو لوين رايح فادي؟ عندي امتحان اليوم. درست منيح؟ والله ما نمت للصبح، اكلت كتب اكل. لازم اطلع الاول. ان شاء الله موفق حبيبي. ان شاء الله بالنجاح الدائم. سوق هدول. معي. ويكون بلكي احتجت شيء. صرت شاب. بس لا تتأخر. كان يقتلهم كلهم واحد واحد هالكلب كفاح. ومرتك؟ كانت حامل، كانت رح تجيب لي ولد، كان رح يجيني ولد، كنت أعلمه ما خليه يطلع مثلي، لكن ما صار. فداء! خليك عايش يا كفاح الكلب. ماشي والله لا اطلعك بايدي هدول. قلت له ياخد روحي بدالة، ما بصير تقتل مرأة، ما
مو حرام تنقتل المرة الحامل؟ طيب أنا شو عملت له لحتى يقتل كل أهلي ورايبيني؟ يعني ليش ما قتلك أنت؟ ما كان يقبل يقتلني، ترجيته بس هو ما كان يقبل، ما كان يقبل يقتلني، ما قبل يقتلني. يا ريته، يا ريته قتلني. لا كلب، مين انت لتعوي علي؟ والله يا أغا أنا الغلطان، بترجاك تقتلني، لا تأذيها، هي حامل، حرام تقتل الحامل، ضربني حتى تموتني، موتني الله يوفقك. ليش رح يجيني منك يا كلب لحتى يجيني من ابنك؟ بشت نظارتي. مسعود، كفاح لبسك قميص المجانين، ضربك وضربك وضربك. أنا رح انتقم، رح لبس هالقميص لكفاح. انت شو اسمك؟ مجنون. هلأ فهمت تماما شو سبب هذا اليوم. انا ما رح اقدر اشوفك مثل اليوم. ما عاد تشوفيني عم العب ولا عم اكل بوزة بالشارع. ما رح اقدر امسك ايدك بالشارع. ايه وما رح تمشي بالشارع لحالك. دقيقة لا تقطعيني. كونك محامية ما عاد اسمح لك تفوتي بقضايا عادية كمحامية عادية بالمحاكم. ممنوع تسلمي على اللي ما بتعرفيهم، وممنوع تعملي صداقات مع حدا. انت ما عاد تكوني رهف القديمه. انت عم تقول هذا الشيء مشان تحميني؟ لا احمينا. نحن شو مراد؟ نحن عشاق والعشق ما له حدود. مضطر. هذا جزاء حبي إليك. الحب هو الجائزة. مراد، تقبل تتجوزني؟ لوين أخذني؟ ليش بصلتك محروقة أنت؟ خليك رجال شي مرة بحياتك. روحك رح ناخدها. خليل، كنا أنا وأنت إخوة وهنن يلي فرقونا. أنا قتلت أخي. لا تحكي عن الأخوة. كنت لازم تتذكر الأخوة قبل الخيانة. بعمل اللي بدك اياه ورح خلصك من القضايا كلها. مشكور. ورح تقدر تروح لوين ما بدك وأمتى ما بدك. أنا بوعدك ما رح تشوف شي لموت، ورح ساعدك بكل شي.
دخيلك كرمال اخوتنا يا خليل. انت واحد ما بتعرف معنى الحبس لتعرف معنى الحرية يا كفاح. السجن انك تلبس هالقميص، والحرية انك ما تجن. حافظ على عقلك يا كفاح ولا تجن. مجنون، وين رحت يا مجنون؟ أخ مجنون، يلي عم تعمله مو رجولية يا خليل. إذا بدك تقتلني قتلني مثل الرجال. اتركني اتركني ولك اتركني. لو كنت رجال لمتت مثل الرجال. لك اتركني، زدوا جوا خليل اتركني. لا ينبسط مسعود. لك يا قليل الشرف، طلعني من هون. طلعوني يا خليل، طلعني طلعني خليل، طلعني عم قل لك، طلعني لك، طلعوني 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 خليل، طلعوني طلعوني من هون، طلعوني من هون، طلعوني من هون خليل خليل، طلعني طلعني طلعني. مين انت؟ باينتك ما تذكرتني. أنا اسمي مسعود. ما فيني أتزوجك. ليش؟ مو لصالحنا. شو قصدك؟ لحياتنا. ليش يعني؟ بيجوز تكوني نسيتي علي، بس أنا متأكد إنه لما حيرجع علي ممكن ترجعي تغيري رأيك. أنت شو بدك بهذا الشيء؟ أنا بدي أعرف بتحبيني إلي ولا لعلي؟ أنا حبيت علي، بس أنا بحبك هلأ أنت. عم تقولي هيك لأنك ما شفتي علي. بيجوز لما حتشوفيه رح ترجعي تحبيه لإله، ولو كنتي بتحبيني هلأ. مالك مصدقني؟ لا رهف. وأنا ما بيهمني، أنا بحبك. وأنا بحبك.
انكسرت. خدوه خليه يتحمم، وبعد هيك اشتروا له شيء يلبسه، وادفنوا هالكلب بشي محل. تعال ميماتي. اتصل سائق نرجس خانم، قال انه رح يوصلوا بعد شوي. كتير منيح، عود بدنا نحكي. عندي حكي كتير ميماتي. رجعت مثل العاصفة. لازم نركض بسرعة لما تهب العاصفة ورانا. رح فوت المجلس. مين رح يكون البارون؟ نحن رح نختاره. نحن منختار البارون. انت قلت عهد المجلس انتهى. الموازين تغيرت كتير مماتي. سألت لي عن هاي اللوحة يلي ما عرفنا معناها؟ سألت مصمم الديكور وقال لي جاب هاللوحات من برا حسب الطلب، بس هاللوحة أنا ما طلبتها، فكرتها من عندكم. من عندن هنن بيختاروا كل شيء. مين معلم؟ ما بعرف، بس رح أعرف. إذا فسرت دخول محمد الفاتح لإسطنبول بشكل دقيق رح يخلونا الأكبر. ليش لا يخلونا الأكبر؟ شو التمن؟ التمن نصير نحن خدم لألن، بس ما رح نصير. بدي منك يا ميماتي تحارب معي لتنتهي المافيا، ولينتهي مدير المافيا، وينتهي يلي بيديرن. سميها وظيفة دولة إذا بدك، أو وظيفة من الأمة، أو إذا بدك قول إنه الدونكيشوت عم يتحدى طاحونة الهوى. نحن عم نشتغل للدولة؟ نحن هلأ الدولة مماتي. ما حدا أعلى منا، وما حدا بيأمرنا، وما حدا بيلعب فينا. نحن وبس. طالما فينا نفس منقاتل مثل كل تركي شريف، ولما بيخلص النفس منموت. معلم، انت ما عم تقول كل شيء. معلم، اجت نرجس خانم. وعد ميماتي راح اقول لك كل شيء. سألنا الدكتور، رح تشوف أحسن. والعدسات نظيفة،
خود بتنظفها بهي. يا أخي مجنون، شكرا لك. شكرا لك مسعود. اسمعني، لما تطلع من هون بتخبرني، منتسلى سوا. ما في داعي، هالمكان حلو ومريحني كتير، وعندي نظارة. يا رب تثبت العقل والدين. من 30 سنة وبقلبي حسرة على ابني كل يوم. بجوز انت ما شفت امك من فترة طويلة. عندي تجاهك شعور كتير غريب، ما بعرف ليش، ومن اول ما شفتك. ما رح اخبي عنك بنوب، محمد سألني إذا كنت أنت ابننا الحقيقي ولا مانك ابننا، بس أنا لما شفتك ارتحت. هو ليش سألك؟ لأنه شاف فيك شي بيشبهنا ومن عيلتنا، وهلأ ما مهم هالشي. محمد راح، متأكدة إنه أيمن رح يرجع. بس أنت هلأ هون واقف جنبنا، وأنت قدمت لنا كتير مساعدات بأصعب الأيام. أنا بعرف قديش صعب الفراق، بس أنت خليتني أنسى حسرتي على ابني اللي انسرق مني، وأنقذت حياة صفية. بهالعالم الوسخ كل الناس عندهم ذنب ناطرين الله يغفر لهم ياه، بس صفية لا، ما ارتكبت بحياتها أي ذنب. عندك بنت رائعة. عندي ابن وبنت رائعين. بدي اياك تلبس هالخاتم، هذا خاتم محمد، وهلأ إلك. شي يوم إذا قابلته لأيمن، وإذا شفت إنه بيستاهل يلبس هالخاتم، أعطيه إله. صعب أقبله. رجاءً، بعرف إنك ابن صالح وما رح ترد طلب أم. معلم حطوا الرسن برقبتنا. لا تقلل أدب عبدين، هدول اسمهم جرافات. لا معلم، الموضوع مو هيك بنوب. اتصلوا جماعتنا من الأمن وقالوا إنه نقلوا ملف المخدرات. اسمعني منيح عبدين، لا تحني راسك أبدا. وقف براس مرفوع مشان يصير يوقفوا قدامنا مثل ما نحن منوقف قدامهم. منروح على الشرطة؟
لا منروح عم نجلس. يلا عبدين. حلو لكان لنبعث الضبط على المديرية ونقبض على تركي. ايه وهنيك رح تعملوا خبز طيب. شو عم تلعبوا؟ هذا طحين. رح خبر المدعي انه في غلط. ما في داعي للبهدلة. بجوز ما يجي حدا. يا عيب الشو. صباح الخير. لعنكم. اوه ما شاء الله. قلت مو جاي حدا ابدا، بس عم يجوا ورا بعض لاني كنت رح اقوم واقعد على كرسي البارونيه. ما رح ترتاح ابدا بهذا المكان. ها مراد رح تقسم بالأول وبينتخبوا البارون بعد المراسم. اليوم رح تختاروا البارون؟ ما بنسى أول مرة إجيت لهون مع القرخان لي، ولما طلعنا على هالدرج كان متوقع جيتي؟ إيه، بس أنا حبيت تجي بوجود المرحوم لحتى تشوفه بعينك شلون بيدير الأمور. الطريق طويل، رح شوف كتير شغلات. ما لقيت في أي مانع يفوت مراد وهو مفتح عيونه. خلونا نبلش بمراسم اليمين. مثل الرئيس الأمريكي. صدقت بس ما بعرف شو بدي ساوي. الرؤساء ما بيعرفوا شو يساووا، المستشارين بيأمرون وهن بنفسه. شكراً لإلك حكمت، ساويتنا مسخرة. شو قال مراد؟ مراد قال في حياة تانية عم تستنانا. والله معه حق. شو بيعمل وباله عندك؟ ايه هو معه حق، بس أنا ما بعرف شو بدي ساوي. جيش من الحراس حوالي وما عندي لهلأ شغل. لازم احكي مع السيد نظام الدين لا أعرف شو بدي ساوي بهي الظروف. بدي بلش شغل ولا لا؟ أنت ومراد مثل تركيا واليونان، ما
ما بيصير بدونك، بس الخط الأحمر موجود. شو ما بدكن تحطوا اسم لهالمسلسل؟ قصدك الزواج مو؟ اي قال لحتى يجي علي. شو علاقته؟ يعني مراد رافض؟ معه حق بهذا الشي حكمت، ولازم اختار ولازم اخذ قرار، علي ولا مراد، وبعدين منتفق. ما بعرف اذا انت محظوظة ولا لا، في بحياتك ثلاث اشخاص، ايمن، علي، مراد. بحياتي ولا واحد الي. ليش هالحراس؟ ما استفتحت من الصبح، رح نموت من الجوع. شو النتيجة جنان؟ عجيبة، الحبوب يلي لاقوها ببيت يلي خطفك، والمادة يلي لاقوها بدم يلي قتل القرخان لي، والمادة اللي بدمك متطابقة. مين هدول؟ أنا ما بعرف شي. صرنا سبع أخوة لنختار البارون.